إحسانك. اللهم ظهر قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واصلح صدورنا واقض ديوننا وارفع درجاتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا. اللهم ارفع درجاتنا، اللهم ارحم آباءنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم ارفع درجاتنا، اللهم ارحم آباءنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اصلح ديننا ودنيانا، اللهم شتت سبل أعدائنا، اللهم احفظ أديارنا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأمر بلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الظالمين، وانصرنا على القوم الحاسدين بحرمة القرآن العظيم. اللهم يا رب بلغ وأوصل طب ما أقرأ من القرآن العظيم إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله عليه، ثم أولادي وأزواجي وأنصاري وأصحابي وأهل بيته الطيبين الظاهر أجمعين، ثم أرحم ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين والحمد العباس عبد الله بن عباس وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وجميع أزواج رسول الله جميعا وجميع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحاب رسول الله والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم أرحمنا آدم ومن أحواء ونوح وإبراهيم وجميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلم على أجمعين، ثم لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصهارنا ومشايخنا وحبنا ودنا ود آبائنا، ثم لأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات أسمعنا، يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات، اللهم يا قاضي الحاجات أقضي حوائجنا حوائجنا بحرمة خلقك العظيم، اللهم يا مجيب الدعوات أستجب دعانا برحمة يا أرحم الراحمين، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في عبادة عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وكشف همومنا وغمومنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وعاف به مبتلانا وارحم به آبائنا واغفر به لأمهاتنا، نور به قلوبنا، نور به قبورنا، واشرح به صدورنا، واكشف به كروبنا، اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.